بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والديمان واندمه توتشي عباتنا عبات يزيه بروغرام يزيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات قريه بالفو تمهرتات በተውሂድ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ነገሮች የተውሂድን ጥንካሬና ጥራት የሚቀንስ አሊያም ደግሞ ሙሉ በሙሉ የሚያሳጡ አንዳንድ ነገሮችን እየተመለከትን ነበረ ካየነው መካከል የመጀመረው ሩቃ የሚል ነበረ ሩካ ምንድን ነው እንዴት ይታያሉ የሚፈቀደውና የማይፈቀደው ሴትኛው ነው የሚለውን ተመልክተን ነበር ዛሬ ደግሞ ሌላውኛውን ነጥብ ሁለተኛው ተማኢም ነው ተማኢም ብዙ ቁጥር ሲሆን ነጠላ ቁጥሩ تميمانو تميم مالت من مالتنو هرز ويم ارز يمي لون يامارينيك عال تكرارا بهون ويمي تكاك آه لما برالات ياكل من دنو ميلوت آه لما واتشين سياس هي ما يعلق على اعناق الصبيان لدفع العين وقد يعلق على الكبار من الرجال والنساء او على الدواب والسيارات وغيرها يعني آه تمائم من قر نجر من دنوسو በህፃናት አንገት ላይ የሚንጠለጠል ነው ሰዎች በህፃናት አንገት ላይ ይሰቅሉታል በምንድን አላማ የሚሰቀልበት አላማ ለጌጥነት ለውበት ምናምን ሳይሆን አይነናስን ስን ለመከላከል ነው አንደኛ መከላከል ሲባል አይነናሱ ሱ እንዳይጎዳቸው እንዳይወጋቸው እንዳይመታቸው እንዳይቀርባቸው በማድረግ ሁለተኛው ካለባቸው ደግሞ እንዲነሳላቸውና ለማስወገድ ብሎ በማሰብ ለህፃናት የሚንጠለጠል ነው ለህፃናት ተብሎ የተገለጸው በአብዛኛው ልነሱ ስለሆነ እንጂ ትላልቆችም ሊሆን ይችላል ሴቶችን ወንዶችን ትላልቆችን እንስሳን መኪናን እና ማንኛውም ንብረት ላይ የሚንጠለጠል አይንናስን ለመከላከል በተለምዶ ቡዳ እንዳይበላው አይንናስ እንዳይወጋው ተብሎ እነዚህን ነገሮች ማንጠልጠል እና መጠቀም ያለውን ፍርድና ብያኔ እንሻላ ዛሬ እንመለከታለን ወደ ክፍሎቹ ከመሄዳችን በፊት بتكلو سل أرز يمتو حديث وتشن ويم يمتو حديث أن في الحديث الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه من الهل أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره به صحابي من الهل كان نبي صلى الله عليه وسلم قال كيهون كزمجة وتشاتشو عندن يوزمجة عليه أبرن نبرن إلى فارسل رسولا ملك تنيا لاكو رسول صلى الله عليه وسلم، إذا لوتن قروش مهل مالتنا. يتلاكو منه هو زيد بن حارثه. إمام الحافظ ابن حجر العسقلاني يندم لوت زيد بن حارثه. من دني لاكو ملكت رسول صلى الله عليه وسلم ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من, و... من وتر أو قلادة إلا قطعت ألا يبقي ألا يبقين እንዳያስቀር ወይም እንዳይቀር መልክት አስተላለፉ ምን በእያንዳንዱ በማንኛውም ግመል አንገት ላይ ያለ ከማሰሪያ ወተር ይላሉ ወተር ይህ ሰዎች ለጦር መሳሪያነት ድጋል ላይ የሚታሰረው ወይም ደጋኑዋላልልመተኮሻው እዛ ላይ የሚታሰረው ገመድ ነው ከቆዳ የተሰራ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ጅማት ክር ነው እና የዚህ አይነት ጅማት ክር የሰውን አይን ለመከላከል ፈልገው ግመሉ ቡዳ እንዳይበላ አይን እንዳይወጋው ተብሎ ሲያበቃ ማለት ነው አደጋ እንዳይደርስበት ተብሎ የተንጠለጠለ ማንኛውም ነገር ወይንም ማንኛውም ለዚህ ዓላማ የተንጠለጠለና አንገቱ ላይ የታሰረ ነገር እንዲቆረጥና እንዲበጠስ ነቢዩ ላ ለም አዘው ልከውታል ይል ማም ባዊ شرح السنة لمن إلال تأول مالك إمام مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلاع على أنه من أجل العين إمام مالك رحمه الله ين حديث سيابر عرو من دنياس يه يبتس مكنيات عين الناس اللي كل بلو يسروا هنا جي لما ليا لما لكت النت بيتكم لما قوتت ما سرع زمبلوا بيتكم بيت شقري وذلك هم يهنالوا أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد النزيه النقروت ياسروا نبرة عن لا ويعلقون عليها العوض كزمت أبك يهنون شن يعني تلتلالو ويظنون أنها تعصم من الآفات كبشتان كشجر يميت أبك أتي ونبَر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها يا الله ملك تنيه النقر كلك وأعلمهم أنها لا ترد من الأمر شيئا من النقر مملس عندما يتل كالله الثاني عن من النقر مملس عندما يتل من نجر أبو عبيد من الهل. كانوا يقلدون الإبل الأوتار قملوك لي نزين قملوك لألا تصيبها العين عين دايبالاتشو بلو كزانا صلى الله عليه وسلم وكذا قال ابن الجوزي وغيره. الحافظ ابن حجر من الان له ويؤيده حديث عقبه بن عامر مرفوعا يا ابن يا عقبه بن عامر حديث يه النقر يتنكر من تعلق تميمه فلا اتم الله له رواه الامام ابو داود عليه رحمه الله. نمن إلى أرزن ينتل لبون الزار ينتلت التلسو الله عسى كله على ماون ينتلت التلبة النجر عسى كله وين ما يسى كله بلو يا الله ملك تنيا من نجر أتجون عقب بن عامر رضي الله عنه يستل حديث تجمع ري مصر الجانو إلى أرز أهونم يتكلك كلامه هنا يتوجز مهون يا ملك تن من دنا إمام أحمد ناليلو تجم يزق بود حديثنا من يميله حديثنا عمران بن حسين من يستل ألف حديثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر كان يتسرى الجلاي يتكمت نقر أي رسول صلى الله عليه وسلم فقال ما هذه من دنال يا الله ملك قال من الواهنة كواهنة نوال واهنة مالت علماء جندم يتقصد دمسر أمياتك ويمتون تاني أمياتك آه يبشت عينة نوال وزياء كابي كتكشا إسكا تنشاو كفليال لون إميا أي بشتاء نتنو عبزانيا وندوت ميت يعني بشتاء لما كلا مكت على فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهن من تكهت على يا الله ملكتين صلى الله عليه وسلم دكمة النا ودكة كسرة نجي عيش أمر الله فإنك لو متوهي عليك ما أفلحت أبدا تملكتو لو يهنا قربان تلاي يالا بتموت في الصوم نزعت وتامن برالو يا الله ملك صلى الله عليه وسلم. يهم بميلوت جزين قريه لب بلو يهن حديث امام احمد بمسندات زق بوتال اندزهم امام الحاكم في مستدركه زق بوتال وقال على شرط الشيخين واقره الامام الذهبي على ذلك، الامام الذهبي تسمام طوال ابن حبان في صحيحه زق بوتال أه بركات تا علماء وشم زجبه وتالي حديث أه من البات أه مبارك بن فضالة سلالة حديث أه إمام أحمد من بلوتال إنه يرفع ما كان موقوفا أه مرفوع يالهون حديث صحابي لي لا يتقدبون حديث نبيات صلى الله عليه وسلم عند تناقرت عدرقوا على للعلا أه سلزينا وضعيفنا ويالت علماء بنورم يه ستتنا حديث صحيحنا مكنياتهم بليلا رواية متانو من غير كابن مبارك بن فضالة زجابا وشي بريلا زقبا لا إمام الطبراني ببركاته زجابا عن طريق, طريق من طريق هشيم بن منصور عن الحسن عن عمران بن حسين وهذا سند صحيح لا مطعن فيه من مشكري لله بتزجابانو المهم يحديث مول ملكت صحيح نون النبي صلى الله عليه وسلم أتنكر ويهن من ناجرات ومن يا يهن قريته عنده كشركة الأصغر إنها تمألفو إس أكبر ليادرس إن دم أبدا يعني هين بزينة ملكو يهي يالا أنت الجلاي بتموت نور لزلالم فلاحة وتعمل نبر بلو عاد إنكرو من ناقر شو رسول صلى الله عليه وسلم يهرز قداي ترى نقر ندال هنا كاللال نقر ندال هنا يم ياس يم يصينا. ابن أبي حاتم هنا يزقبوت ليلة أثر لاي من إلى دخل حذيفة على مريضين عند بشتنيا لما تأيك قبع حذيفة ابن اليمان يا نبيات صلى الله عليه وسلم اليوم آه يستريني ينبّروا تعلق صحابي رضي الله عنه وأرضاه انا عند نيا بشتنيا لما تأيك قبع قريه ما يتعمى من سو عندني نيا زملا تأيك زم بلان دزي دانانا سياي قمد آه أي الجلعي مالتنا فقطعه بت صوت عليه أو انتزعه بمنتك أو نعمنا له ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا ወሁም ሙሽሪኩን አብዛኞቹ በአላህ ስብሓን ወተላ አያምኑም እያጋሩ ቢሆን እንጂ የሚለውን አንቀጽ አነበበ ዑለማዎች ምን ይላሉ ይህ አንቀጽ የወረደው አብዛኞቹ በአላህ አያምኑም እያጋሩ ቢሆን እንጂ የሚለው مشركوتشن بتملكتنا يورر تلكون شرك يتملكتنا انقص يتعوق انا نجر شوف صحابي رضي الله عنه والله يتلقى صحابي لتلكو يوردو شرك يوردون لتن شو شرك ما صرت جارغو تتقموتال يا شركن كفات كبدت يميا ساينا يميا سردانا ويلا اهل العلم بليل حديثهم يا الله ملكتني يا صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عكيم من الهن. ودا نبية بما استقات من تعلق شيئا وكل إليه أو وكل إليه بالعلي الله ملك تنيا. عندنا قال لا يتن تلت تلت بزالين دي الدقه فالله ذا نجر الزانقر على حديثهم آه هم صحيبه هنا حديث آه إمام أحمد بزقبوت حديث رويفع من الآن يا الله ملك تنيا صلى الله عليه وسلم أنديها أن يا رويفع أنت رويفع هوي لعل الحياة ستطول بك. إدميه سايرزم أي كرم. فأخبر الناس. أن من عقد لحيته أو تقلد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمداً بريء منه. يهن ملك تستر الف قالوا يا الله ملك يعني صلى الله عليه وسلم. أنت روي في من البات ارميه يرزمي هنا ارميه مرزمي اللي صحابي. ارميه يرزمي هنا لنا بهوت كم يكاروت وها أردت سو لتون لسويت يهن ملك تستر أن من عقد لحيته ጺሙን የቋጠረ አንዳንዶቹ ጦርነት ላይ ለጉራ ጺማቸውን ይቋጠሩና ይመጡ ነበረ ይህን ነው ተብሏል ወይም ደግሞ አይነና ስን ለመከላከል የሚጠቀሙት ነው ተብሏል አው ተቀለደ ወተራን ወይም ደግሞ አይነና ስን ለመከላከል ጀማት ክርን ያሰረ ወይም ተመሳሳይ የሆኑ ነገሮች እዚህ ውስጥ ይገባሉ። ሀብልም ቢሆን ከወርቅም ይሰራ ከብርም ይሰራ ከምንም ይሰራ بزمن أي ملك متورك أم هون وتنتقل طلبي ما تها تمسى سيفر لنا حكمنا ميوسدا أي اللي ينبك ألا بتم ملك يهون بشرك تاسرو بقرات شرك تاسرو كذابو هلا اه تا يعني تقاطرون بهون النزين زرز إن شاء الله بك الطايو كفيل يمن الملك تاوي أو استنجى برجيع دابة ويمدمو ب انسساوت كوبات وين فانديا أو عظمين

جمعت كر يعني تقلع تقلع. بمالت فمالت يا الله ملكتين يا سؤال نبيه كسوا عيدا نزيه نزه مسرات يتكلك لنا يتوج مهون يم يسر الدنا يم إن شاء الله بك تاي كفل تجمعري حديث وتشننا آه نزههم لجمو آه يالو تجمعري ما برا إن الملك تلن بزيه كفل لا يهين النات أنا آه الله سبحانه وتعالى بسمانو آه تتكامي وتشيرجن كتاي كفل ان ملكتها لن تبقون جزاكم الله خير وكتب الله اجركم